بعد 7 ايام القناه اكيد انت جالك الثلاث هدايا من الشركه. مش هتتقفل، مش هتتقفل يا نفس يا مريضه يا مره اللي حكمك مره يا تربيه المره يا تربيه المره يا مره اللي حكمك مره يا تيوس يا سيكا الكلب. وانت عارف كويس ان انت سيكا طول عمرك سيكا. العقد اللي فيك هطلعها على الناس هطلعها. انا هعلمك الادب يا كلب. بس صبرك عليا صبرك عليا. انت بتتدرب في شويه الفلوس اللي انت جايبهم معرفش مشروعاتهم ايه. انت لولا الدنياره اللي معاك كنت بقيت فرق الله. نفس مريضه نفس خبيثه رضع زباله اصلا. بكلكم كنت بتتخانقوا حق يا حق ده. يا واطي يا تربيه الواطي. فكر لما تقفل القناه ابو زيد هيسكت. انا كنت ساكت وكنت مركز في شغلي. اشرب بقى. خليته الراجل يتحول، خليته اكرم سلام يتحول. ده يمكن بياخد ويدي. انت ما شفتش على اكرم سلام بقى. قابل واستحمل، قابل واستحمل. هيجي لك على السرير ان شاء الله، وانا باذن الله تعالى هجيبك وهديك بالجزمه، ولو على الفلوس هتتوجد ان شاء الله باذن الله تعالى. يا اوطى خلق الله، انتوا اللي فضحتوا في بعض، انت واخوك يا نسوان شمال، يا اوسخ خلق الله على الارض. عيال وسلبتوها سنة وما شوفت حد فكر يخلي العيال تشوف ابوها ولا تكلم ابوها ولا اي حاجة زي كده. يا عالم يا مرضى، يا عالم يا مرضى، يا مرضى يا راضعين زبالة. انت وشوية الخوالات اللي معاك والعصفورة الوسخة اللي بتنقل لك كل حاجة ان شاء الله هوصلها جناحها ان شاء الله بإذن الله تعالى. انا هسمع عليك انت ولا شوية الزبالة اللي حواليك. سرقت فيديوهاتي وحملتها بتاريخ قديم وقلت بتاعتي. ده انا هطلع لك بشخصي من قلب الشرق نفسها بنفسي. يا زبالة يا رضع زبالة يا ديوس. وانت عارف كويس ان انت ديوس. سمعني كويس يا مرة يا تربية المرة. سمعني كويس يا مرة يا تربية المرة. كان الراجل كان العرس اخوك بيقعد يتكلم كده مع واحدة برضو على ذمة راجل، وكل عارف وشاهد وسامع، وكل عامل ود من طين ود من عجين. يا اوطى خلق الله. بتتحامى بتتحامى في شوية فلوس معاك معرفش مشروعاتهم. انا ببلغ على النائب العام وبقول على الهوا اهو. شوف مشروعات الفلوس دي يا سيادة النائب ايه بالظبط. يا واطي يا واطي انتوا كلكوا شمال اصلا. انضف ما فيكوا ربنا اصطفاها، ربنا اصطفاها. يا عالم يا زباله. استقوى عشان انت